محطة مستمعينا راح نروح مباشرة معاكم مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم. يمكن من فترة طويلة ونحن ودنا فعلا أن نربط معاه بالاتصال ونتعرف على أبرز الأعمال من ضمن أعماله يعني اللي ممكن راح نتحدث عنها اليوم بشكل مفصل في عمل جمعه مع الأعمال العمانية مباشرة مستمعينا مع ضيفنا عبد الرحمن الشومر ملحن وأيضا فنان. المسيك بالخير والنور. يا هلا وسهلا تكلم بالنور والسرور. حياك الله وحياكيد لكل من يسمعنا سواء كان في السلطنة أو حتى بالسعودية. الله يحييك وأنا سعيد جدا أني أكون معاكم عبر هالبرنامج الجميل. والحقيقة أنا جدا سعيد بهذا التواجد معاكم. ونحن أسعد. يمكن الشيء اللي لفتني واللي جذبني أكثر هو التعاون اللي صار ما بين السعودية وما بين العمانيين في المجال الفني. ما في شك هذا طبعا مصدر سعادة مصدر اعتزاز واحترام في نفس الوقت. سلطنة عمان الحقيقة يعني تحمل كثير من الأسماء الجميلة سواء على مستوى الكلمة أو اللحن أو الموسيقى يعني حتى التعاون هذا الحقيقة أسعدني كثير. أولا أنه نجدد العهد فنيا مع بعض بالإضافة أنه النص كان جدا جميل كلمات كانت جدا جميلة رائعة أبدعوا فيها الحقيقة الشاعر رحاب السعدية وشاعر نبيل المسعد. والحقيقة هذا طبعا بكل تأكيد سهل علي التلحين يعني أنا فعلا نشت النص كأنه أنا اللي كاتب رغم أنه هم اثنين يعني كاتبين النص لكن أنا بالنسبة لي أشعر كأنه اللي كاتب النص واحد يعني كان النص متناغم ومتلاحم من حيث المعاني والمفردات. فأنا سعيد جدا بهذا التعاون حقيقة بالإضافة أنه قدم من خلال هذا الدويتو صوت قادم صوت جديد نعم رؤى أعتقد أنه صوت مهم وأنا سعيد أنه أقدمه يعني لأول مرة للساحة الفنية من خلال هذا الدويتو. ومن خلالكم أشكر كل يعني الفريق هذا العمل اللي يعني ساهموا في إتمام هذا العمل. نعم يمكن تعرف أحيانا بعض الأعمال على أساس أنها تطلع بشكل ناجح مثل ما ذكرت قبل شوي أن العمل وكأنه فعلا هو عبارة عن شخص واحد. أنا أتوقع حتى في مجال ألحان في مجال غناء وغيره وكذا فهم كثير من الأشخاص اللي موجودين في هذا العمل ولكن لما يطلع ككتلة واحدة. ما في شك يعني وهذا نتيجة الإحساس الصادق في تقديم وإحساس الكلمة أنه الواحد يشعر كأنه اللي كاتب الكلمة. نعم أي أغنية مدري يعني خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه الأغنية. هي تفاصيلها أنه قدم لي النص و زي ما قلت لك أنا يعني عشت الكلام فعلا ولحنته وبالتالي أعجب يعني من خلال تواصلي مع الشاعر أخوي العزيز نبيل المسعد وكذلك الشاعر رحاب. والحقيقة تم تقديم كذا صوت أو تم ترشيح كذا صوت في النهاية تم الاستقرار على صوت رؤى. طبعا تم تنفيذ العمل في نقطة معينة أنه بالنسبة لي طبعا الدويتو لما يكون صوت نسائي أو صوت رجالي حتى لما يكونون صوتين مختلفين وكل واحد يحمل حامة معينة طبعا هنا يكون في مشكلة بالطبقة الصوت. فلا بد أنه تكون الطبقة مناسبة لأحد الأطراف. طبعا أنا حرصت أن تكون الطبقة مناسبة لصوت رؤى
أكثر، فيمكن أنا كانت الطبقة نازلة علي شوي، لكن أرجو أني يعني وفقت أن أقدم ما يليق يعني بالأذن المجتمع. نعم، والأغنية موجودة أيضا على منصة اليوتيوب، اللي وده فعلا أن يسمع هذه الأغنية راح نشغلها إن شاء الله في قادم الوقت، أغنية مدري لعبد الرحمن الشومر وأيضا مع رؤى، وما شاء الله يعني المشاهدات اللي كانت موجودة خلال هذا الفيديو يعني أتوقع في أيام معدودة ولكن حصد على كثير من المشاهدات. الحمد لله الحمد لله، وطبعا موجود في كل حساباتي وعلى قناتي الخاصة باليوتيوب. أتشرف لكل من يستمع لهذا العمل، وأنا أرحب بكل الآراء والانطباعات، وأرجو أن نكون وفقنا يعني أنا بالنسبة لي أو بالنسبة للرؤى أو بالنسبة للشعراء المميزين رحاب ونبيل يعني، فأرجو إن شاء الله أن يكون هذا التعاون مستمر وقادم ويكون إن شاء الله مستمر، وفي المستقبل نقدم إن شاء الله الأجمل والأجمل بإذن الله تعالى. خلينا كذا نتكلم أيضا من جانب آخر وندخل في تفاصيل الفنان وأيضا الملحن عبد الرحمن الشامر، ما شاء الله يعني كان معاك كثير من التعاون مع يعني كثير من الفنانين وأيضا المطربين الكبار، معانا الفنانة المصرية أنغام في أغنية الشوق العجيب. صحيح، هذا كان دوتو سابق، هذا من أجمل الأعمال اللي أنا أعتز فيها، ولله الحمد احنا قدمنا من فترة سابقة ويعني من سنين، لكن ولله الحمد ما زال هذا العمل الحقيقة يعني تجيني انطباعات عليه، والناس ولله الحمد حبوه كثير، كل بين فترة وفترة يعني ألقى تعليق إيجابي، ألقى الناس أنه فعلا يعني عاشوا وما زالوا عايشين هذا العمل، فأنا أعتبره أنه عمل بالنسبة لي للتاريخ، وكذلك أغنية أخرى وهي أغنية وطنية يعني قدمناها أنا والفنان الأخ العزيز والفنان الجميل خالد عبد الرحمن وهي قائد الأمة المسلمة العربية السعودي. هذا العمل نفس الشيء يعني أنا أشعر أنه عمل هذا للتاريخ، وما زلت يعني الحقيقة أسمع الإطراء وأسمع صدى، وهذا طبعا كرم من الله سبحانه وتعالى. نعم، ما شاء الله يعني على الفنان أيضا خالد عبد الرحمن والأعمال اللي هو قدمها على المستوى الفني اللي نالت إعجاب كثير من الأشخاص من جماهيره، لغاية اليوم يعني له معجبين، ولغاية أيضا الغد بإذن الله تعالى أيضا معجبين خالد عبد الرحمن ما زالوا موجودين بالإضافة إلى أنغام، فما شاء الله يعني يمكن الواحد اللي يعرف عبد الرحمن الشومر راح يعرف أيضا أن عنده كثير من اللي هو الارتباط الفني بكثير من الفنانين الكبار. والله أنا طبعا أشكر الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة كبيرة والحمد لله أنه ما زالت التعاونات مستمرة، إن شاء الله في عمل جديد قادم، وهو برضو يعني دويتو والحقيقة يجمع فنانين قديرين عندنا بالوسط الفني المحلي، والأستاذ بدر الحبيش والأستاذ سعد جمعة، والحقيقة هذا العمل يتكلم عن تجربتهم علاقتهم جميل اللي امتدت ما شاء الله تبارك الله إلى 50 سنة، يعني هم يعرفوا بعض من أيام الطفولة والمراهقة يعني، فإلى الآن علاقتهم جميلة ومستمرة، وأنا الحقيقة شدني في هذا العمل وعشت هذا العمل لأن أنا على اطلاع كبير على علاقتهم يعني تحمل كثير من الاحترام والتقدير والاعتزاز في بعض من أيام المراهقة إلى الآن، فقريبا بإذن الله يعني يكون العمل موجود، وأرجو إن شاء الله أنه أكون وفقت بتلحينه وطبعا كلمات الشاعر واحد ثاني
ومن الألحان المتواضعة. انتظروا إن شاء الله يا رب يعجب بإذن الله تعالى. معي فضول أيضا على أغنية أخرى، أغنية رد الأماكن لمحمد عبده، إيش قصتها الأغنية؟ إيش قصتها مع عبد الرحمن الشومر؟ الحقيقة الأغنية هذه عرضت علي، هي طبعا مش من ألحاني، عرضت علي وكان من الأخ العزيز الأستاذ عبد الله العثمان، هو المنتج الفني المعروف، فقال لي أنا شايفك في هذا العمل. أنا طبعا لما سمعت الكلمة واللحن فعلا أنا عشت تفاصيلها يعني، فقال لي هذه معارضة أو رد على أماكن. وطبعا الأماكن كانت يعني كانت وما زالت ناجحة ومسمعة يعني بالضبط. فأنا الحقيقة بالأول وهلا أنا خفت يعني من ال، فقلت طيب إحنا ممكن نقدم الأغنية بس تكون بعيدة يعني عن الأماكن، خلينا نسميها أي اسم ثاني. فهو يعني بإحساسه ما أقول التجاري، بإحساسه التسويقي يعني قال لي هي أساسا رد على الأماكن، وإحنا حابين نسميها رد الأماكن. رد الأماكن صح الحقيقة يعني كثيرا عجبني الموضوع بكل تفاصيله، مع أنه النقيض يعني. يعني هو يقول الأماكن وانت فيها ما أبيها ما أبيها، الأماكن من عرفتك كل حزن الكون فيها، وانا مدري وين اروح والزمن كله جروح، يا زمن بالله يكفي. فهي النقيض تماما عن الاغنيه الاساس. فالاغنيه ولله الحمد قدمناها، وارجو انكم وفقنا، لانه اغنيه مكبله، اغنيه عربيه، اغنيه عريضه، وانا اعتز الحقيقه اني قدمتها. جميل جميل. أيضا أنا حبيت حتى العنوان رد الأماكن، لو أن الكلمات يعني في صوب والعنوان في جانب آخر، ولكن المحتوى اللي في داخله أيضا ممكن يكون محتوى جذاب. جذاب، وأعتقد أن الكلمات كانت تجربة صادقة، تجربة عاشها الشاعر. نعم، ما كانت يعني بس مجرد ان هي مجاراة او رد او معارضة، لا، كان اعتقد اذا انا ماني غلطان انه كان عايش الموضوع بكل تفاصيله. نعم، وخاصة اذا الواحد عاش القصة فتوصيلها للناس بيكون بشكل اصدق. ما في شك، انا اعتقد انه الصدق يبان، والمجاملة في تقديم الأعمال تبان. يعني أنا ما كل ما كنت صادق وحريص على أني أنا أقدم شيء أنا حاس فيه وعايشة يعني بكل تفاصيلة، سواء من ناحية الكلمة أو اللحن، مؤكد أنه راح يوصلك ويوصل للجميع. إذا كان في مجاملة أو كان بس لمجرد أن أنا أقدم عمل، نفس الشيء راح يوصلك الإحساس هذا. بالضبط. فالصدق دائما يصل، سبحان الله. نعم، الجمهور يعني صار جمهور ذكي جدا جدا الآن. الجمهور يعني أعتقد أنه أول المجتمع يعني يركز على الكلمة واللحن ويمكن أحيانا التوزيع. نعم، الآن المجتمع يركز على كل تفاصيل الأغنية والقصة والكاتب يعني أدق التفاصيل، الكوردات والبيس جيتار ومن أي مقام والميكس فكل التفاصيل هذه الآن في آن واحد يسمعها المستمع ويقيمها، وهذا شيء طبعاً مفترض أنه يحمل الجميع مسؤولية كبيرة، ويحترم هذا المجتمع ويحاول قدر الإمكان أن يقدم له الشيء الجميل. نعم. طيب خلينا كذا نطرح عليك سؤالنا الأخير للفنان اللي موجود حاليا معنا عبد الرحمن الشومر، هل في أعمال قادمة بإذن الله تعالى راح تكون موجودة في الوسط الفني؟
بإذن الله. أنا زي ما ذكرت لك راح يكون فيه دويتو الأستاذ بدر حبيش والأستاذ سعد قريبا بإذن الله. وهناك في تعاونات راح تكون بصوتي بإذن الله في أكثر من عمل. نعم. في تعاون إن شاء الله مع ملحنين وشعراء من البحرين في إن شاء الله لقاء مع الأستاذ عارف الزيان كملحن وأنا كمؤدي. في لقاء كذلك مع ملحنة جديدة إن شاء الله كذلك من البحرين. في الحقيقة أكثر من من أغنية راح تقدم. في كذلك تعاون مع الملحن عماد السيف من الدراما السعودية. فأنا أحاول أقدم نفسي وتعاوناتي يعني كملحن وكمؤدي. تعرض الحقيقة علي أعمال في ناس يحبون أن أنا أقدمها بصوتي وأنا هذا الشيء أتشرف فيه، وفي ناس يحبون يقدمون أعمال من الحاني وهذا كذلك أنا أتشرف فيه. نعم. إن شاء الله بإذن الله القادم يكون جميل وينال الرضا والاستحسان قريبا بإذن الله. بإذن الله تعالى، وهذا إن دل على محبة الناس وأيضا الفنانين وأيضا الوسط الفني بألحانك وأيضا بصوتك عبر المجال الفني. شكرا لك عبد الرحمن الشومر، وإذا في كلمة ودك أنك توجهها لجمهورك العماني والجماهير أيضا في دول الخليج ودول العربية. أنا يعني متشرف وسعيد أني أطل من خلال إذاعتكم الحبيبة. تشرف أنه أصافح بصوتي من خلالكم الجمهور الحبيب العماني الراقي. وأتمنى إن شاء الله أنه يعني إحساسي يوصلهم سواء بلحان بصوتي في كل ما أقدم، لأنه المجتمع العماني والفنانين والشعراء الحقيقة أنا أشوف ما في تقدم وفي ازدهار. طبعا كل الجمهور الحبيب أنا أوجه لهم كل محبتي تقديري، وأشكر كل التعليقات الجميلة اللي تجيني وأشعر بمحبتهم، وهذا يحملني مسؤولية كبيرة فيما أقدم. فكل الاحترام والتقدير والاعتزاز بكم. أنا جدا جدا سعيد أني أطل من خلال إذاعتكم الحبيبة، وكل التوفيق لكم دائما أستاذ هشيم. بإذن الله تعالى جميعا نشكرك وكل التوفيق بإذن الله تعالى. الله يسلمك. الله يسلمك يا هلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة.